التحضير. النهارده الثلاث 15 نوفمبر، وطبعا بنرحب بكل مشاهدي شبكه 9 لايف، شبكه ان تي ان، وتحديدا قناه 9 لايف. صباح على ساره، صباح على اشرف، صباح الفل يا جماعه. صباح الخير ساره، صباح الخير. اتفضلي يا ساره. كل الناس، وبحس كده وانا قاعده جنب رانيا اقعد اشد في ظهري عشان اوصل. بحس ان انا ضئيله بوصل. لا لا لا، انزلي انت شويه، ارجوك ما تمشيش على نفسك كده، انزلي شويه لو سمحت. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. هيكون معانا مجموعه من الفقرات كلها متلاحقه مع الاحداث اللي بتحصل في مصر النهارده. كمان هيكون معانا فقرة حلوة جدا عن الكورة، وطبعا هواة الكورة أو اللي بيحبوا الكورة في مصر كتير جدا. النهارده هنتكلم عن ماتش مصر والبرازيل مع كابتن نصر إبراهيم، هو لاعب نادي الزمالك السابق. صباح الخير سارة، صباح الخير رانيا، صباح الخير مشاهدي 9 لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل لمصرنا الحبيبة. حضراتكم من يوم الجمعة لغاية يوم الحد كل الناس كانوا مبسوطين جدا إن المحكمة الإدارية حكمت بإنه الحزب الوطني ما ينفعش الأعضاء بتوعه إن هم يدخلوا الانتخابات. امبارح بس المحكمة الإدارية العليا طلعت قرار أو وافقت على النقد المقدم من أعضاء الحزب الوطني أو ما يسمى الفلول، بإن هم عندهم استعداد إن هم يدخلوهم تاني الترشيح في الانتخابات، وممكن إن هم يبقوا موجودين في البرلمان القادم. عندنا فقرة خاصة عن هذا الموضوع، تناقض كبير في وآراء كثيرة حوالين هذا الموضوع. هل فعلا الحزب الوطني أو أعضائه أو الفلول زي ما يقال عنهم، هل هم من حقهم فعلا يخشوا الانتخابات ولا لا؟ معانا الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والأستاذ زياد العليمي المحامي وعضو المكتب التنفيذي لإئتلاف شباب الثورة، هيكون في فقرة خاصة بهذا الموضوع. هيكون عندنا كمان فقرة خاصة بالتعليم. يمكن احنا دلوقتي في وقت بنحاول كلنا ان احنا ننهض ببلدنا، وبنحاول كلنا ان احنا نطور في البلد في كل المجالات. الحقيقة انه يعني في تعاون حاصل ما بين المركز الثقافي البريطاني وما بين بعض المدارس الحكومية. باختصار الموضوع مشروع اسمه كيدز ريد، او حاجه ليها علاقه بالقرايه، زي ممكن نعود الطفل على انه يحب القرايه، زي ممكن نعود الطفل على انه ينمو ونقدر ننمي قدراته العقليه والذهنيه من خلال القرايه. وده يمكن ده شيء بنفتقده، لان احنا نظام مدارسنا صم 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 صم، حفظ 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 بس، بنطلع من الامتحانات مش فاكرين حاجه ومش متعلمين حاجه. فاعتقد انه ممكن يكون مشروع الحقيقه يساعد في التنميه وفي النهضه. مظبوط كده. طبعا بكده تكونوا عرفتوا فقراتنا النهارده. طبعا ده بخلاف اول فقره بتبقى موجوده معانا، هي فقره الصحافه، عشان تقعدوا كده تشربوا فنجان القهوه او النسكافيه وتعرفوا مع بعض ايه الاخبار اللي بتحصل النهارده في مصر. خلينا نروح للفاصل ونرجع مره تانية نبدا اول فقره مع بعض.